هاي، كلمة سوشي مشتقة من كلمة قديمة ما عادت تستعمل اليوم ومعناها sour tasting، الطعم الحامضة للرز والخل ومش السمك الني. وعلى عكس ما كتير بيفكروا، سوشي طيب مش معمول من السمك الطازة وإنما من سمك عمره أيام قليلة. هواة السوشي ما بيطلعوا على المنيو، ما بيستعملوا chopsticks وبيتجنبوا الصوي صوص والوسابي ليستمتعوا بالطعم الحقيقي. باليابان شيف المبتدئ بيمضي سنتين تيتعلم كيف يطبخ الرز وثلاث سنين تيحضر السمك قبل ما ينسمح له يقعد ورا سوشي بار. السكاكين يلي بيستعملوها سوشي شيفز باليابان هي من سيوف الساموراي وأطرافها لازم تنسن بشكل يومي. مين قال إنه إذا كنتوا قاعدين على سوشي بار فيكم تاكلوا سوشي بأصابعكم ومش بالتشوبستيكس؟ أنا قال بشوفكم بكرة.